في تجل فريد للعلاقات المتينة التي تجمع المغرب ببلجيكا، سواء على المستويات الاجتماعية، الاقتصادية، الثقافية أو الرياضية، شهدت أرضية ملعب سبيلبرغ بمقاطعة مولنبيك بالعاصمة البلجيكية بروكسل مباراة ودية حماسية جمعت فريق مدينة العيون لكرة القدم النسوية براسينغ وايت دارينغ مولنبيك، أحد أكبر الأندية النسوية لكرة القدم في بلجيكا. هذه المباراة ذات الحمورة الرمزية القوية والمليئة بمعاني الإخاء والمشاطرة تأتي في إطار الزيارة التي يقوم بها فريق مدينة العيون لكرة القدم النسوية لبروكسل، والتي تتوخى بالأساس حمل رسالة محبة من النساء المغربيات لا سيما الرياضيات منهن إلى شقيقاتهن البلجيكيات. نشكر سفير المملكة اللي استضفنا ورحب بنا هنا، وأيضا نشكر رئيس البرلمان الأوروبي اللي استضفنا اليوم في الصباح قبل المباراة وشجع البنات. طبعا المباراة كتدخل في المباراة ودية ما بين الفريقين، والهدف منها هو الوقوف على المستوى ديال الفريق ديالنا ديال العيون. ولعل هذه المباراة التي انتهت بنتيجة التعادل هدفين لمثلهما هي مبادرة من بين أخرى تشهد على تألق الرياضة النسوية المغربية خاصة في الأقاليم الجنوبية للمملكة، وتدل أكثر من ذلك على الإيمان بالأواصر الإنسانية القوية التي يمكن للرياضة أن تنسجها بين الشعوب.